ان شاء الله احنا مستنظر في التهدئه، وبنتمنى التهدئه، وبنتمنى السلام لكل الناس، عشان احنا نخلص من هالقصص اللي نشفت رياقنا هذه، دارين نجري من هان وهان. ان شاء الله التهدئه بتكون كويسه، وتكون في حلول كويسه. شايف ان شاء الله احنا بنتمنى التهدئه، بنتمنى التهدئه، ولا بنتمنى التهدئه، وبنتمنى الناس تعيش بسلام، وبنتمنى الناس تصير كويسه، وبنتمنى الناس يعني ترجع لأعمالها، ترجع لبيوتها، يصير استقرار. التهدئة تكون شاملة في غزة وفي جميع قطاع غزة، ويكون اليهود هم اليهود أحيانا بيقوموا بالغدر وبقتلوا الأطفال وبيلتزموش بأي شيء. اليهود إحنا بدنا تهدئة شاملة حتى الناس تستعيد، تقدر تجيب حوائجها، حوائج البيت، الغاز، الطحين.